السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله نشترك معكم فقاس بالدقيق الكامل. يعني قلبت في الانترنت ما لقيت حتى شي واحد محضره بالدقيق الكامل، يعني بقيت حال وانا كان ايزيتي يعني باش نجربه. الحمد لله جربته وصدق ليا وقلت غدا نشاركه معكم. اتمنى ان شاء الله تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو لان غنخلي لكم نصائح مهمه، وتفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. بسم الله على بركه الله. غدا نبداو دابا في المقادير. المقادير اللي غدا نستعمل ان شاء الله هي 6 ديال البيضات. هنا عندي كيلو ديال الدقيق الكامل اللي غربلتو، زولت منه غير هاد الشويه ديال النخاله الغليظه. بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنا، انا استعملت هاد الفارينه هادي، نتمنى يكون كيبان لكم. لا فارين كومبليت تيب 150 الا كان كيبان لكم. وهنا هنا غادي نستعمل ان شاء الله 20 سنتيلتر ديال زيت الزيتون، اللي تقدروا تضيفوا نصف زيت الزيتون والنصف الاخر زبده. هنا عندي 100 غرام ديال اللوز، 30 غرام ديال اللان، وزوج معالق ديال الزنجلان، زوج معالق ديال حبوب الشيا، زوج معالق ديال زريعة الكتان، ملعقة كبيرة ديال النافع البلدي. هنا عندي ملعقة عسل، قبصة ديال الملح، ملعقة ديال الخل، وهنا عندي زوج معالق كبار ديال ماء الزهر، ملعقتين صغيرتين ديال بيكربونات دو سو. وهنا عندي هنا السكر كيبقى على حسب الذوق، انا ما كنبغيش حلو بزاف. هذا غدا نضيف فيه تقريبا زوج معالق كبار ديال السكر، وانتوما ضيفوا السكر على حسب الذوق ديالكم. وبالنسبه للدقيق راه غنستعمل على حسب الخليط. وبالنسبه للبيكربونات والخل، يعني كنعوض بهم الخميره ديال الحلويات. ممكن نتوما تستعملوا الخميره الا ما عندكمش البيكربونات دو سود، اللي ممكن نشريوها في لا فارماسي ولا في لي سوبر مارشي. دابا نبداو في طريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. غنبداو بالبيض هو الاول، غنضيفو الزيت، نضيفو السكر، ماء الزهر، السكر نضيفو مع السوائل باش يذوب لينا شوية. أنا استعملت السكر الأسمر، قبيصة ديال الملح، نضيفو العسيلة، كمية العسل أنا ضفت معلقة كبيرة، ممكن نضيفو أكثر يعني زوج ديال المعالق، ممكن تكتفيو غير بالعسل. نضيفو الخل، غنضيف اللان هو الاول، ومن بعد غنضيف الحبوب اللي عندي اللي كلها ما محمراش. دابا غنضيف البيكربونات، وغنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. دابا غنستعمل اليد، من بعد ما كملتها في العجين دابا غنبدا نشكل حرابل. وبالنسبه للدقيق بقات لي هذه الكميه، غدا نكمل دابا وغدا نمشي للعبره ونقول لكم شحال بقى ليا وشحال استعملت بالضبط. بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنا وبغاو يشريو نفس النوعيه ديال الدقيق،
صافي دابا كنقرصو هكذا، عاد غنضيف دابا اللوز بحال هكا، كنغرسو هكذا غير باش نتاكد بان اللوز كاين، يعني غادي كل قطعه غادي يكون فيها اللوز، داكشي اش كندير هاد الطريقه. سينو تقدروا يعني تجمعوا كل شيء، شي مرات راه كنجمع كل شيء، يعني تضيفوا اللوز في الاول صافي على هاد الشكل، وغادي نقرصوا شويه، انا كنبغي هكذا. من بعد هادشي كله كيبقى غير على حسب الذوق ديالكم. نحاولوا ما نخدموش بزاف العجينه، راه ما كتبغيش الخدمه بزاف. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل الكميه ديال العجين كامله، نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. بسم الله. من بعد ما كملتهم دابا غادي ندهنهم بهنا شويه ديال الكاكاو مخلط مع معلقه ديال الزهر، ماء الزهر. صافي، وغادي ندخلهم يطيبوا في فرن ساخن على حسب الفرن ديالكم، من 140 حتى 150. انا غندخلهم يطيبوا على 140، غير لانني بدلت الفرن، بحال الفرن اللي كان عندي شحال هادي كنت كندخلو على 150. دابا هذا عندي شويه مجهد، غدا ندخلهم ان شاء الله على 140 درجه. هاد العمليه هذه كتبقى اختياريه على حسب الذوق، وغادي نرشهم بشويه ديال الزنجلان الابيض. صافي غيطيبو ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. بسم الله على بركة الله. هو دابا الفقاس ديالنا وجد، خليته يبرد دابا ساعة باش برد، ما كنخليوش حتى كتقصح لي هاد القشرة هذه الفوقانية، يعني ضروري ما تكون باقا شوية رطبة، نخرجوه قبل ما تقصح، لأن إلا خليناه بزاف تقريبا أنا خدام معايا 25 دقيقة. كناخدو وحدة باش نقطعوها، أنا غنقطعو هكذا مايل، وانتوما قطعوه بالشكل والطريقه اللي بغيتو. وصافي كيجي الشكل ديالو هكذا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. غنستمر بنفس الطريقه حتى نقطعهم كاملين ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو. وكيف ما كتشوفوا معايا انا كستفتهم دابا في اللاطه، وسخنت الفرن الدرجه ديال الحراره ديالو 150، وغدا نخليهم يتحمروا غير بالمهل باش يجوني مقرمشين، وباش نعرفهم راهم تحمروا كيبانوا ملي كي، لان اللوز ماشي محمر، ملي كيبدا يتحمر لينا وكياخذ اللون صافي راه الفقاسه كتكون وجدات. صافي نحمرهم كيف ما قلت لكم ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا النتيجه النهائيه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا، كيجي اللون ديالو هكذا غامق لان استعملنا فيه الدقيق
دقيق ديال يعني الزرع كامل ديال هنا، كيكون هك كيكون هكاك كحل، كيكون اللون ديالو اسمر، يعني اي حلوه حضرتوها بالدقيق ديال هنا كيكون اسمر، كيجي اللون ديالها غامق. الحاجه اللي بغيت نتفاداها المره الجايه هي البودره ديال الكاكاو. اول مره كندهن بها الفقاس وما عجبتنيش، بحال اللي كتحرق شويه، بحال اللي حسيت بالمذاق ديالها، لذلك نفضل غير ندهنو غير بيض البيض، هذا اللي كيكون اسمر، ما ندهنوش بالصفر ديال البيض. ونرشو المره الجايه نرشو بزاف ديال الزنجلان، عجبهم هكذاك بالزنجلان. وبالنسبه للكميه ديال السكر بطبيعه الحال ديروا يعني سكر اكثر، لان هذا ما جاش حلو بزاف. وبالنسبه لزيت الزيتون تقدروا تخلطوه مع الزبده باش كيجي الفقاس مختلف، كيجي شويه رطب ما بين الرطوبيه والقرمشه. هذا اللي كيكون غير بزيت الزيتون كيجي مقرمش، ولكن راه كيجي صحي اكثر، يعني بالتجربه يعني ممكن ان نتناولوا، ما كاين حتى شي مشكل. وسبحان الله مع ما فيش الحلاوه بزاف ما كناكلوش كميه كبيره، يعني غير شي شويه ومع فيه الدقيق الكامل. كنت كنسحاب غادي تهرس ليا بزاف بالدقيق الكامل، ساعة الحمد لله ما تهرش ليا. المنظر ديال اللي بالدقيق الابيض كيجي احسن، ولكن الحمد لله هذا صحي. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم كيف العاده ما تنساوش لايكي ولا فيديو، تشتركوا مع الاحباب والاصحاب. الى وصفه جديده ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.